السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم معانا من تاني على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم. معاكم النهاردة مستر أحمد جمال فوزي، مدرس الماث مدرسة 6 أكتوبر القومية للغات، إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية شغل الجيومتري اللي إحنا كنا بدأناه. Follow corollories on theorem 1. By the end of this lesson, the student should be able to. إيه اللي هتستفاده؟ Remember what have been studied on triangle. هنبدأ مع بعض نفتكر بعض الأجزاء وبعض الرولز اللي إحنا درسناها قبل كده عن التراينجل. تاني حاجة recognize area of triangle and parallelogram. هنعرف إيه الريليشن ما بين الأريا بتاعة التراينجل وكمان البرلوجرام. Number 4 area of a triangle is equal to half of area of a parallelogram if they have a common base lying on one of two parallel straight lines including them. ايه بقى الكلام ده؟ بيقول ان الاريا بتاعت التراينجل هتبقى equal half الاريا of parallelogram. اي parallelogram؟ لا مش اي parallelogram، لازم يكون عندهم common base وكمان يكونوا drawn between two parallel straight lines. لو ده حصل يبقى الاريا of triangle equal half الاريا of the parallelogram. زي هنا قدامي كده عندي، لو ركزنا هلاقي ان A B E F ده بارلوجرام، وكمان عندي ال F B ده دياجونال. يبقى انا تركيزي كله دلوقتي عندي هنا في البارلوجرام ده A B E F، عندي ال F B ده دياجونال، يبقى ال area of triangle A F B equal half ال area of بارلوجرام A B E F. ليه يا مستر؟ لان الدياجونال اف بي عمل بايسكت للاريا اوف بارلوجرام اي بي اي اف لتو ترانجلز، والتو ترانجلز دول ايكوال ان ايه؟ اريا، وكل واحد فيهم الاريا بتاعته ايكوال هاف الاريا اوف ذا بارلوجرام اي بي اي اف. طيب وبعد كده عندي كمان بارلوجرام تاني اسمه اي بي سي دي. اهو ماله الاي بي سي دي؟ عنده كومن بيز اي بي ما بينه وما بين البارلوجرام اي بي اي اف، يبقى دلوقتي التو بارلوجرامز اي بي سي دي واي بي اي اف هاف ا كومن بيز اي بي. وايه كمان يا مستر؟ والاي بي بارل تو اي دي، اصبح ان الاريا اوف ذا تو بارلوجرامز ار ايكوال. ار ايه يا شباب؟ ار ايكوال. طب ما انا قايل في الاول ان الاريا اوف تراينجل اي اف بي equal half area of parallelogram A B E F، يبقى أكيد إن area of triangle A B E A B F equal half area of the parallelogram A B C D. عندهم هنا common base A B وكمان drawn between two parallel straight lines. تعالوا نكمل. In each of the four, in each of the previous figures, the area of triangle BCE, BCE, triangle اللي هو عامله color باليلو, equal half of the area of parallelogram ABCD. طيب تعالوا نمسك كده الفيجر اللي في الليفت. هنا عندي parallelogram ABCD وعندي كمان triangle BCE. ايه الكومن بينه وما بين البارلوجرام اي بي سي دي؟ عندهم كومن بيز بي سي وكمان between two parallel straight lines البي سي parallel to اي دي. معنى كده ان الاريا اوف تراينجل بي سي اي ايكوال هاف الاريا اوف بارلوجرام اي بي سي دي. طب كمان عندي ايه هنا؟ عندي كمان الفيجر الناحيه الثانيه، عندي بارلوجرام اي بي سي دي وعندي تراينجل بي سي اي، بس يا مستر التراينجل ده في جزء منه اوتسايد البارلوجرام، مش مشكله طالما عندهم كومن بيز بي سي اهي. كومن بيز دي بيز مشتركه ما بين التراينجل وما بين البارلوجرام، وكمان معمول لهم دروين بتوين تو بارل ستريت لاينز اللي هو الستريت لاين بي سي والستريت لاين اي اي، يبقى الاريا اوف تراينجل بي سي اي ايكوال هاف الاريا اوف بارلوجرام اي بي سي دي.
Number 5. Area of the triangle equal half of the length of the base multiply its corresponding height. والرول ده اللي هو بتاع الاريا اوف تريانجل احنا اخدناه قبل كده في برايمري 5. خدنا الاريا اوف تريانجل ايكوال هاف ملتبلاي البيز ملتبلاي كورسبوندنج ايه؟ هايت. يعني الاريا ايكوال هاف ملتبلاي البيز ملتبلاي الهايت. طب لو انا عايز البيز يبقى عباره عن 2 ملتبلاي الاريا اوفر الهايت. طب لو انا عايز الهايت ها يبقى عباره عن ايه؟ 2 multiply area over the base. الرولز دي خليك فاكرها كويس عشان هتستفاد بيها معانا بعد كده في المسائل لما اديك مثلا البيز والهايت وعايز الاريا او اديك الاريا والهايت وعايز البيز او اديك الاريا والبيز وعايز الايه يا شباب وعايز الهايت. هنا عندي area of triangle BCE equal half area of parallelogram ABCD. طب هي الاريا اوف parallelogram كانت عباره عن ايه؟ عباره عن base by height. يعني ال BC multiply ال EF. يبقى الاريا اوف parallelogram ABCD هي عباره عن ال BC multiply ال E يا شباب ال EF. يبقى الاريا اوف triangle equal half multiply BC multiply EF على اعتبار ان الاريا بتاع التريانجل half area of the parallelogram طالما مشتركين مع بعض في نفس البيز and drawn between two parallel straight lines. Remark: You can consider any side of the triangle as a base. يعني انت تقدر ان انت تعتبر اي سايد في التريانجل اكنه بيز. So any triangle has three bases and each base has a corresponding altitude. يعني من حق حضرتك ان انت تستخدم اي سايد من الثري سايدز بتوع التريانجل تعتبره ان هو البيز بتاعتك، بس خلي بالك ان كل بيز او كل سايد في التريانجل هيكون ليه corresponding height او altitude ليه لوحده. The straight lines carrying these altitude intersect at one point as shown in the following figure. الثري altitudes بتوع التريانجل او الثري هايتس احنا ممكن نقول على الالتيتيود اللي هو اللاين اللي نازل بربنديكولار ده من الفيرتكس على الاوبزيت بيز ممكن نقول عليه هايت او التيتيود. الثري altitudes دول بيحصل لهم انترسكشن في بوينت واحده بس. البوزيشن بتاعها بيختلف على حسب نوع التريانجل. يعني مثلا لو انت عندك هنا كان اكيوت انجل تريانجل هتلاقي هنا ان انا عندي H1 بيربنديكولار على L1 وهنا H2 بيربنديكولار على L2 وهنا H3 بيربنديكولار على L3. الثري altitudes هنا اللي اتعمل لهم drawing كلهم حصل لهم intersection في one point والبوينت دي كانت inside the ايه؟ the triangle. طب لو انا عندي triangle تاني اللي هو الاوبتيوس انجل ايه؟ triangle الاقي ان انا عندي H1 نازل بيربنديكولار اهوت. وخلي بالك ان انا عندي H1 outside the triangle في الاوبتيوس انجل تريانجل هايت واحد بس بيكون جوه التريانجل والتو هايتس الباقيين بيكونوا outside الايه؟ التريانجل. فانا عندي H1 اهو نازل، طب فين L1؟ L1 اهي. طب عشان يتقابلوا الاثنين مع بعض ويعمل البريبنديكولار طولنا شويه كده L1. طب فين L2 H2؟ L2 اهو اللي هو اللونجست سايد وال H2 اهو. اللاين اللي لازم بيربنديكولار عليه. طب فين L3؟ L3 اهو. وهنا هيكون بيربنديكولار على مين؟ فين فين الهايت بتاعه؟ محتاج اطوله شويه، ال L3 طوله شويه والهايت ينزل عليه برضه اوتسايد الايه؟ التراينجل. لو عملنا اكستند كده شويه لكل هايت هلاقي ان هم اتقابلوا مع بعض في بوينت واحده برضه. ما هو لازم الثري التيتيودز يحصل لهم انترسكت في وان بوينت. هنا في الاوبتيوس انجل تريانجل هيحصل لهم انترسكشن فين؟ اوتسايد ذا تريانجل. بعد كده في الرايت انجل تريانجل عندي هنا ادي التريانجل ده رايت انجل اهوت. واضح عندي هنا ان انا ال1 فين الهايت بتاعها؟ ال1 اهي فين الهايت بتاعها؟ الهايت بتاعها كده كده معمول له دروينج اهو. طب فين ال2؟ ال2 اهو اللي هي الهايبوتنس والبربنديكولار لاين عليها اهو اللي هو H2. طب فين H3 و L3؟
ال 3 اللي هو السايد ده وده الهايت بتاعه. ال 3 altitudes حصل لهم intersection فين؟ في ال vertex of right A angle. في ال vertex of right A angle. بكم؟ Remark. In the opposite figure, if triangle ABC is right angled at A. يعني أنا عندي triangle ABC ده عنده measure angle A 98 degree. Would D belong to line segment BC؟ بحيث إن أنا نزلت perpendicular من الـ AD على الـ BA الـ BC. إيه بقى اللي عندك؟ الـ area of triangle ABC، الـ area بتاع triangle ABC ده equal half by BC multiply AD. يبقى الـ area بتاع triangle ABC عبارة عن half by BC multiply AD. يبقى ادي البيزا قدامك اهي اللي هي البي سي وادي الهايت بتاعها اي دي. طب يا مستر، طب ما انا عندي هنا ادي لو استخدمت الاي بي اكنها بيز يبقى الهايت بتاعها اي سي، اقدر اجيب الاريا وتطلع هي هي؟ اه تقدر. تقدر تجيب الاريا بتاع الترانجل عن طريق اي بيز والكورسبوندنج هايت بتاعها. ممكن تستخدم بيز ثانيه وهايت مختلف، بس المهم كل بيز تستخدم معاها كروسبوندنج هايت بتاعها. ما ينفعش استخدم بيز وهايت بتاع بيز ثانيه، كده هتطلع الاجابه ايه؟ غلط. يبقى الاريا اوف تراينجل اي بي سي هو عباره عن هاف باي بي سي باي اي دي، وهو هو هاف باي اي بي باي اي سي. شوز ذا كوريكت انسر. ذا اريا اوف ذا تراينجل از not the area of the parallelogram which has a common base with it and its vertex lies on the straight line parallel to this base. يبقى الاريا بتاع الترينجل مالها ايه علاقتها ما بينها وبين الاريا of parallelogram half. Number two, the area of the triangle equal not the length of the base length multiplied corresponding height يبقى half. Number three, the ratio between the area of the parallelogram and the area of the triangle. انا بدات بمين؟ بالبرلوجرام ثم مين؟ الترينجل. وعندهم ايه؟ قال لي whose base is common and are included between two parallel straight lines. طالما بدات بالبرلوجرام وبعد كده الترينجل يبقى الريشيو بينهم 2:1. طب لو انا عكست بدات بالترينجل وبعد كده البرلوجرام يبقى الريشيو اللي ما بينهم 1:2. Number four, if the base length of a triangle is 4 centimeters, the corresponding height 3 centimeters. عايز الاريا. عشان تجيب الاريا بتاع الترانجل ومديك البيز والهايت، الاريا هتبقى عبارة عن half multiply البيز multiply الهايت بتاعها، يطلع هنا 6 centimeters squared. نكمل. Number five, the triangle whose base length 12 centimeters. يبقى انا مديك البيز بكام؟ ب 12. والاريا مديها لك ب 48. عايز الهايت. لو اخدنا بالنا في الاول انا كنت قايل لك لما اديك الاريا وكمان هديك البيز وعايز الهايت كان في رول سهل خالص. بيقول لي الهايت هو عبارة عن 2 multiply area over length of base. تعالوا نعمل substitution عن ال area وال base. ال area بكام يا شباب؟ ب 48. وهنا ال length بتاع ال base بكام؟ ب 12. لو جينا كده نعمل لها simplify يطلع معايا 8 سنتيمتر. Number 6. If the area of the triangle is 42 centimeter square. ومديك اللينس بتاع الهايت ب 7 سنتيمتر، عايز اللينس اوف ذا كروسبوندنج ايه؟ بيز. ايكوال نفس الكلام، هي البيز عباره عن ايه؟ 2 ملتبلاي الاريا اوفر الهايت. يبقى 2 ملتبلاي الاريا ب 42 والهايت بكام؟ ب 7. هنا نيجي نعملها سمبليفاي يطلع 12 سنتيمتر. نكمل. Number 7. The area of a right angle triangle in which the lengths of the side of the right angle are 6 cm and 9 cm equal.
تعالوا كده نعمل لها فيجر كده عشان نفهم الكلام ده. انا عندي نرسم بس رايت انجل ترينجل الاول. قال لي ان اللينس بتاع تو سايد اوف رايت انجل، واحد عندي هنا ب 6 سنتيمتر والتاني ب 9 سنتيمتر. عشان اجيب الاريا اوف ترينجل هعمل هاف ملتبلاي 6 ملتبلاي 9. يطلع 27 سنتيمتر سكوير. نمبر 8. The area of the rectangle whose dimensions are 6 سنتيمتر and 4 سنتيمتر greater than or less than or equal or not equal ال area of the triangle، ومدينا base length ومدينا corresponding height. يبقى محتاج حضرتك ان انت تحسب ال area of rectangle وبعد كده تحسب ال area of triangle وبعد كده تعمل compare بينهم. area of rectangle عبارة عن لينس باي ويدز، يعني 6 باي 4 ايكوال 24 سنتيمتر سكوير، والاريا اوف ترينجل هي عبارة عن هاف باي البيز اللي مديها لك 12 ملتبلاي 4، تطلع 24 سنتيمتر. ايه يا شباب؟ سنتيمتر سكوير. طبعا الاثنين 24 يبقوا ار ايه؟ ار ايكوال. نمبر 2، in the opposite figure ABCD is a parallelogram. ABCD parallelogram. الاي belong to ray AD. الاي موجود على نفس الدايركشن بتاع ray AD اهوت زي ما حضراتكم شايفين. Complete the following. Area of triangle ABC. ABC ايكوال نقط الاريا اوف باريلوجرام اي بي سي دي. طبعا الترينجل بي سي اي واضح قدامنا هنا انه عنده كومن بيز ما بينه وما بين الباريلوجرام اي بي سي دي اللي هي البي سي، كومن بيز اهي، وكمان معمول لهم دروينج بتوين تو بارل ستريت لاينز. يبقى الاريا اوف ترينجل بي سي اي ايكوال هاف ذا اريا اوف باريلوجرام اي بي سي دي. طيب نمبر 2، the area of triangle ABC. ABC عايز الاريا بتاع الترينجل ABAC، قال لك ان هي ب 20. طب يبقى الاريا بتاع البارلوجرام كام؟ دبل ال 20. ولو انا اديتك الترينجل وعايز البارلوجرام يبقى توايس او دبل الايه؟ الترينجل. يبقى كانها عباره عن 2 ملتبلاي 20 تطلع 40 سنتيمتر سكوير. نمبر 3، ABCD is a parallelogram. AE equal 4 سنتيمتر وال ED equal 3 سنتيمتر. measure angle AED equal 90 degree وال EB long to line segment BC. complete. بيقول لي ايه هنا بقى؟ عايز ال area of triangle AED. AED عايز ال area of triangle ده. طب ده سهل خالص. ايه اللي يديهولك هنا؟ مديلك ان AED ده رايت انجل ترينجل، مديك اللينس بتاع DE والهايت بتاعها ال AE 4، يبقى انت تحسبه لي هاف باي 3 باي 4، يطلع هنا ب 6 سنتيمتر سكوير. عايز الاريا اوف بارلوجرام ABCD، يبقى ده عباره عن الاريا بتاعته عباره عن ايه؟ توايس الاريا اوف ترينجل AED، يعني اكنها 2 ملتبلاي 6 يطلع 12 سنتيمتر سكوير. نمبر 4، ABCD is a parallelogram in which BC 6 سنتيمتر. مديني كمان ان DB perpendicular to BC such that DB 8 سنتيمتر وال E belong to ray AD. ال E موجودة على نفس اللاين أو الراي AD. complete. area of parallelogram ABCD. ABCD الاريا بتاع البارلوجرام محتاج ايه عشان اجيب area of parallelogram؟ محتاج اللينس بتاع بيز والهايت بتاعها. طب ما البيز بي سي اهو ب 6 والهايت بتاعها اهو ب 8، يبقى اعمل 6 ملتبلاي 8 على طول. محدش يقول لي هاف بقى، البارلوجرام بيز باي هايت على طول. يطلع 48 سنتيمتر سكوير.
Area of triangle ABC. ABC. هو الترينجل ABC ايه علاقته بالبرلوجرام ABCD؟ عندهم كومن بيس BC ودرون بتوين تو بارل ستريت لاين، يبقى الاريا اوف ترينجل هاف الاريا اوف برلوجرام، يطلع هاف ملتبلاي ال 48 يطلع 24 سنتيمتر سكوير. نكمل. ABC is a right angle triangle at A. AD perpendicular to BA to BC. ال AB ب 4 سم وال AC ب 3 سم. عايز ال area of triangle ABC. طبعا triangle ABC اللي هو triangle الكبير لو حضرتك عايز تجيب ال area بتاعته يبقى half by base by height. ادي ال base وادي يا شباب وادي ال height. اقول له هنا area of triangle ABC equal half multiply AB multiply AC. تطلع عندك هنا ب 6 سنتيمتر سكوير. طب عايز من حضرتك ايه تاني؟ عايز اللينس اوف AD، عايز يعرف الـ AD، اللينس بتاع الـ AD بكام؟ طب عشان اجيب اللينس اوف اي دي ده يعتبر هايت برضه في الترينجل. انا دلوقتي معايا الاريا اوف ترينجل اي بي سي ب 6 سنتيمتر سكوير. طيب هو محتاج مني اللينس اوف اي دي، عشان اجيب الاي دي محتاج يكون الاريا معايا وهي كده كده موجوده خلاص معايا ب 6، ومحتاج يكون البيز اوف اي دي معايا اللي هي البي سي. هل انا البي سي معايا؟ هل اعرف اللينس بتاع البي سي بكام؟ هو قال لي عليه. طيب الناس تبدا تفكر كده معانا، وقال لي اللينس اوف بي سي ايكوال كذا عشان اطبق الرول بتاع الاريا والبيز عشان اجيب الهايت. لا ما قاليش. طب اقدر اجيبه؟ تقدر تجيبه. الناس تفكر كده نجيبه ازاي؟ خدنا بيثاغورس سيرم صح؟ بيثاغورس سيرم كانت بتتكلم لو انت عند حضرتك رايت انجل ترينجل ادي A وادي C وادي B. السايد الاوبزيت للرايت انجل ده كان اسمه هايبوتنس. طب الهايبوتنس ده كان اللينس بتاعه ايكوال ايه؟ البي سي كان عباره عن روت الاي سي سكوير بلس الاي بي سكوير. هو ده اللي احنا هنطبقه هنا. اقول له كده البي سي ايكوال روت اي سي سكوير بلس اي بي سكوير. ممكن نكتب له جنبيها كده بايثاغوراس اي ثيرم. تعالوا بقى نبدا نعمل سبستيوشن. الاي سي ادي 3 باور 2 بلس، خلي بالك الباور دايما لازم يكون مكتوب على براكت، وادي 4 باور 2 يطلع هنا لو انت حسبتها على كالكوليتر هيطلع 5 سنتيمتر. كده انا جبت اللينس اوف بي سي ب 5 سنتيمتر. اعرف دلوقتي اجيب الاي دي هيبقى عبارة عن 2 multiply area of triangle ABC اللي أنا مطلعها أصلاً قبل كده ب 6 over mean over ال BC، هتبقى عبارة عن 2 multiply 6 over ال 5. هنا هتطلع لك على الكالكوليتر تطلع 2.4 سنتيمتر. نكمل مع بعض. بعد كده نمبر 6 AD perpendicular to BC وال BE perpendicular to AC وال AC equal 16 سنتيمتر BC equal 10 سنتيمتر AD equal 8 سنتيمتر. find the area of triangle ABC، وكمان عايز ال length of BE. تعالوا تاني نبص مع بعض. انا عندي الاي دي بيرمنديكولار على البي سي، مديني هنا البي اي بيرمنديكولار تو اي سي، الاي سي ب 16 بي سي ب 10 والاي دي ب 8. اريا اوف ترينجل اي بي سي. طيب عشان اجيب الاريا اوف ترينجل اي بي سي محتاج بيز وهايت. طب ادي عندي بيز
وادي عندي بيز، اختار مين؟ اختار الهايت بتاعها جاهز. طب هنا لو قلت الاي سي فين الهايت بتاعها؟ الهايت بتاع بي اي هو مش معايا، يبقى ما اقدرش اجيب الاريا. خلاص مش هاخد البيز اي سي اصلا. طب لو انا اخدت البيز بي سي فين الهايت بتاعها؟ الهايت بتاعها هو اللاين اللي نازل بيربنديكولار من الاوبوزيت فيرتكس اللي هو ايه؟ فين اللاين اللي نازل من ايه بيربنديكولار اهوت اللي هو الاي دي. يا مستر ده الهايت ده اوتسايد الترانجل اي بي سي، هقول لك عادي في الاوبتيوس انجل ترانجل اتفقنا ان الهايت بيكون اوتسايد الترانجل عادي، المهم ان هو بيربنديكولار، علامه البيربنديكولار اهي اللي هي رايت انجل. يبقى هنا اقول له كده ادي البروف بتاعي بقى، اكتبها على شكل بروف، اقول له سينس ان الاي دي بيربنديكولار تو الري سي بي، وكمان الاي دي ايكوال 8 سنتيمتر والبي سي ايكوال 10 سنتيمتر، يبقى then اريا اوف ترينجل اي بي سي ايكوال هاف ملتبلاي البيز بي سي ملتبلاي الهايت اي دي، يطلع هاف ملتبلاي 10 ملتبلاي 8، تطلع عندك هنا 40 سنتيمتر سكوير. طب انا كده جبت الاريا اوف ترينجل اي بي سي طلعت ب 40، اقدر اجيب بقى الهايت بي اي ومعاك البيز اي سي، اقول له كده ذن، او ممكن نقول له ان البي اي ده بريبنديكولر، اقول له سينس ان البي اي بريبنديكولر تو اي سي، نكمل الجزء الثاني، يبقى ذن البي اي ايكوال 2 ملتبلاي الاريا اللي احنا لسه مطلعينها اللي هي 40 اوفر الاي سي، يعني 2 ملتبلاي ال 40 والاي سي هو مديه لحضرتك اصلا بكام؟ مديهولك ب 16. تحسب دلوقتي 2 باي 40 ديفايد 16 هتدي لك 5 سنتيمتر. نكمل. In the opposite figure ABCD is a rectangle. Prove that area of triangle DAE equal area of triangle ABC. طيب لو حضرتك اخدت بالك اول ما انا ما قلت لك دلوقتي ان الاريا ان ال ABCD ده rectangle، معنى كده ان ال 4 angles are right A angles. طب ما تيجي نجيب ال area of triangle ABC وبعد كده كمان نجيب الـ area of triangle ADE ونشوفهم equal ولا ايه ولا مش equal. اقول له كده ادي البروف بتاعي. Since ABCD is a rectangle يبقى then الـ AB perpendicular to BAC. Then area of triangle ABC equal half multiply BC multiply AB. وهنسمي دي نمبر كام يا شباب؟ نمبر A، نمبر 1. وهقول ان ال AD perpendicular to مين يا ولاد؟ to CD. يبقى then area of triangle ADE equal half by مين البيز؟ البيز AD. انا عايز اجيب الـ area of triangle ADE، يبقى البيز بتاعته AD والهايت بتاعها CD. half by AD multiply DC. طيب مش انا دلوقتي يا اولاد عندي الـ AD هو هو الـ BC والـ DC هو هو الـ AB لان ده ريكتانجل. اقول له كده سنس ان الـ ABCD is rectangle يبقى then الـ AB equal الـ DC وكمان الـ AD equal الـ BC. يبقى اقدر اقول ان الـ area of triangle ADE equal half
multiply BC multiply الAB وهسمي دي نمبر 2. لو ركزنا في نمبر 1 ونمبر 2 هلاقي ان الاريا اوف ترينجل ABC هو الاريا اوف ترينجل ADE اللي هي هاف باي BC باي AB اول فروم 1 و 2 يبقى then area of triangle DAE equal area of triangle ABC. كمل مع بعض. ABCD and ABMN are two parallelograms. مدين two parallelograms AB CD وبارلوجرام تاني ABMAN. Prove that area of triangle ABC اللي هو الترينجل ده equal half area of parallelogram ABMN. عايزين نثبت هنا ان الاريا بتاع الترينجل ABC equal half area of parallelogram ABMN. طبعا لو احنا خدنا بالنا هلاقي ان الترينجل ABC مفيش اي حاجة كومن ما بينه وما بين البارلوجرام ABMN، يبقى اكيد محتاج حاجة مشتركة، تكون حاجة مشتركة مع الترينجل مرة وتكون نفس الحاجة مشتركة مع البارلوجرام ABMN مرة. لو ركزنا كده انا عندي البارلوجرام ABCD والبارلوجرام الثاني ABMN، هما الاثنين عندهم كومن بيز AB وهما الاثنين معمول لهم drawing between two parallel straight lines، يبقى الاريا بتاعتهم ايكوال واسمي دي نمبر 1. تعالوا نكتبها وبعد كده ايه نشتغل. اقول له سينس البارلوجرام ABCD والبارلوجرام الثاني ABMN have a common بيز اي بي وكمان الاي بي بارل تو سي ان، يبقى then area of parallelogram اي بي سي دي equal area of parallelogram اي بي ام ان واسمي دي نمبر 1. بعد كده هقول له سينس عندي بقى هنا ايه بارلوجرام اي بي سي دي اهو وعندي كمان الترينجل اي بي سي، مالهم هما الاثنين عندهم كومن بيز اي بي سي وهما الاثنين معمول لهم دروينج بتوين تو بارل ستريت لاينز، يبقى الاريا اوف ترينجل اي بي سي هاف الاريا اوف بارلوجرام اي بي سي دي. تعالوا نكتب الكلمتين دول ترينجل اي بي سي والبارلوجرام A, B, C, D have a common base BC والBC parallel to AD. اللي استفادوا يبقى then area of triangle A, ABC equal half area of parallelogram A, B, C, D. وهسمي دي نمبر كام يا شباب؟ نمبر 2. من 1 و 2 يبقى كده الـ area of triangle A, B, C هتبقى half الـ area of triangle A, B, M, A, B, M, N. A, B, M, N. اللي بعده. نمبر 9 in the opposite figure ABCD and EBCF are two parallelograms. قال ان BE intersect CD equal point L. كمان الD belong to AF والE belong to AF. عايز area of prove that area of triangle ABL equal area of triangle FCAL. اللي هم التو ترينجلز اللي عاملهم colored او shade دول. وكمان عايز area of figure ABCL equal area of figure FCBL. طيب تعالوا الاول نبص مع بعض. لو ركزنا هنلاقي ان التو ترينجلز دول مفيش اي حاجه بينهم كومن خالص،
يبقى زي ما اتفقنا ان لازم تكون في حاجه مشتركه. طب ايه اللي عندي هنا كومن؟ لو ركزنا هلاقي ان انا عندي باريلوجرام اي بي سي دي وباريلوجرام تاني اي بي سي اف. التو باريلوجرامز دول التو باريلوجرامز عندهم كومن بيز بي سي والدروين بتوين تو بارل ستريت لاينز، يبقى الاريا بتاعتهم ايكوال. تعالوا نكتب الكلام ده، اقول هنا since ان البريلوجرام اي بي سي دي والبريلوجرام الثاني اي بي سي اف have a common base common base مين بقى؟ بي سي، وكمان البي سي parallel to اي اف، يبقى then area of parallelogram ABCD equal area of parallelogram ABCF، ونسمي دي نمبر 1. بعد كده لو ركزنا هلاقي ان انا عندي هنا parallelogram ABCD والترينجل ABL عندهم common base AB والAB parallel DC، يبقى الاريا بتاع الترينجل ABL half the area of parallelogram ABCD. اقول له هنا since triangle ALB والبرلوجرام ABCD have a common base AB، وكمان ال AB parallel to mean to DC، يبقى then area of triangle ALB equal half area of parallelogram ABCD، اسمي دي نمبر كام؟ نمبر 2. نفس اللي انا عملته مع الترينجل ALB هعمله مع الترينجل FLC. اقول له سنس ان الترينجل FLC والبرلوجرام اي بي سي اف او بي سي اف اي هاف ا كومن بيز. مين الكومن بيز بتاعتهم بقى؟ الاف سي، والاف سي بارلل تو اي بي، يبقى ذن اريا of triangle FLC equal half area of البرلوجرام EBCF، وسمي دي number 3. اقول له from 1 و 2 and 3 يبقى then area of triangle ABL equal area of triangle F C L. طيب كده انا اثبتت اول حاجه وعايزها. شايفين يا شباب كلنا الجزء اللي انا هعمله شيت ده اللي هو الترينجل بي ال سي، الجزء ده اهوت. لو انا عملت له اد للترينجل الاولاني هيديني شيب اسمه ايه؟ هيديني شيب اسمه اي بي سي ال. ولو عملت له اد للترينجل الثاني هيديني شيب اسمه ايه؟ اف سي بي ال. يبقى برضو الاريا بتاعت التو شيبس دول ار اي ار اي. اقول باي ادنج area of triangle BLC to both triangles اللي احنا لسه قايلين عليهم يبقى then the area of ABCL equal the area of FCBL. شباب نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة، أتمنى الناس كلها تكون استفادت معنا. كان معكم مستر أحمد جمال فوزي مع تحيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.